فإذن يوم إذن تحدث يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ما شاء الله، جميل خالص. يلا هنقول كمان أريسكا جيه الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف فعل ربك صاحب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجين فجعلهم كعصف مأكول. ما شاء الله ما شاء الله. أعطي المايك لأختك. أختك اسمك عائشة. نعم عائشة. كيكياتا بازا فوت. كيكياتا بازا فوت. لا قولي في المايك. المايك ها. كيكياتا بازا فوت. عائشة. عائشة. أنا أسألها اسمها فهي تقول عائشة. عائشة أريسكا جي العصر. أريسكا جي العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كملي ها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ها. العصر. أيوه. إن الإنسان جرونكا جرونكا جرونكا. إن الإنسان لفي خسر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سن الحق وتواصل الصبر. ان شاء الله. أريسكا جي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا أريسكا جي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الرحمن لا بصي لي انا ما فيش حد يكلمها. يلا الحمد لله رب العالمين. يلا قولي ورايا. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. اتكلمي فين؟ كمل اكمل. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد. إياك نعبد. كملي. وإياك نستعين. وإياك نستعين. اهدنا الصراط الذين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط المستقيم. صراط الذين. صراط الذين. ها ها كملي. أنعمت عليهم. مغضوب عليهم ولا ضالين. لا قولي درونكا درونكا درونكا. غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آخر حاجة إيه؟ آمين آمين. ما شاء الله ما شاء الله. خدي منها المايك يا أمل. لا خلاص معاك يا مايك. خلي معاك. يلا امل اتعرفي نفسك. كيكياتا بازا فوت. امل. قولي اسمك بالكامل. امل ايمن. امل ايمن مصريه. هتقولي ايه النهارده يا امل؟ اغنيه. اغنيه. أوه. طيب انا عايزك تسمعيني الاغنيه بتاعه. هتقولي الاول الحديث صح؟ ايه قولي الحديث الاول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد دكاهك، فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قد كتبه الله إيه؟ قد كتبه الله عليك. لك. قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا. ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك. على أن يضروك بشيء. على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. تمام تمام ما شاء الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادي المايك للي بعدك. يلا اسمك ايه؟ جينا محمد موسى. لا قول قرب المايك من بقك. خلي المايك جنب بقك. جينا محمد موسى. ازيك يا جينا؟ يلا هتقولي ايه يا جنى؟
قولي في المايك، خليك ماسكه المايك كده. يلا قولي فيه، قولي كده هتقولي ايه؟ هتقولي نشيد انجليش؟ قولي المنشوده يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. لا انت هتقولي قولي ايها الكافرون من الاول. اقرأي سوره صغيره كده على قدك عشان ما تغلطيش فيها. يلا قولي اذا جاء نصر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. طيب يلا قولي الأنشودة، الأنشودة اللي هتقولها يلا بسرعة. قولي الأنشودة يلا. قولي كان في بلبل. كان في بلبل فوق الشجرة بيغني وبيقول للبقرة عدوا معايا لغاية عشرة، قالت له من تحت الشجرة لا بعرف أقرا ولا أكتب، ضحك البلبل يا أطفال والبقرة انكسفت في الحالة، عدوا معايا يا شطار واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. ما شاء الله ما شاء الله جميلة خالص. يلا كمان قولي الأنشودة بتاعتك الإنجليش. 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 him little go again why did little him go cause he bit my finger so which finger the table his little finger or my right. ما شاء الله ما شاء الله جانا انت شاطره خالص يا جانا ما شاء الله. ادي المايك لامل. ماشي يا امل. طيب هات المايك هنا، انا عايز المايك. خد المايك اسماعيل من اختك. يلا يلا يا اسماعيل. اسماعيل انت عايز اكمل معاك عشان انت بتعرف تتكلم مصري. اخواتك بيعانوا من حاجه يعني؟ هم هنا مبسوطين في مصر اخواتك؟ علي الصوت، علي صوتك. مبسوطين في مصر تمام. ليك اصدقاء في مصر وليك اصدقاء في روسيا، مين الافضل؟ الاثنين. الاثنين افضل. انت راجل سياسي محنك ما شاء الله، يعني كلامه كده كلام سياسي فعلا. الاثنين كويسين. طب مين اخف دم، المصريين ولا الروس؟ الاثنين. الاثنين. طب مين مين فيهم يعني ملتزم اكتر؟ المصري. طب مين قول لي مين زمايلك هنا في مصر؟ زميلك. مين زمايلك؟ اسمه ايه زميلك صديقك؟ مالك. اسمه ايه؟ مالك. مالك دوت حافظ قرآن؟ حافظ قد ايه؟ كتير. كتير يعني اكتر من نصف القرآن؟ تمام. طيب مالك دوت بيقول لك تعالى نصلي مثلا ولا ايه؟ ايه المزايا اللي في مالك؟ لا علي الصوت، انا عايز اعلي الصوت عشان زمايلك اللي بيشاهدوك دلوقتي. بص في الكاميرا كده، لو في حد شايفك من روسيا ان شاء الله استمتع كده بالكلام الجميل بتاعك. مالك بيقول لك تعالى نعمل ايه؟ نلعب. تعالى نلعب. وقت الصلاه بيقول لك ايه؟ تعالى نصلي. طب زميلك مين زميلك في روسيا؟ مالك برضه. اسمه مالك برضه؟ يعني هو ازاي؟ في اتنين. يعني في مالك في روسيا ومالك هنا. طب زميلك اللي في روسيا مالك وقت الصلاه بيقول لك تعالى نصلي ولا بيقول لك ايه؟ بيقول لي تعالى نصلي. يعني هو هناك كمان ملتزم في مساجد عندكم؟ وبتروحوا تصلوا في المساجد؟ طب لما بتصلي في المسجد هنا وبتصلي في المسجد في روسيا بتحس بتبقى مبسوط هنا ولا هناك؟ اوعى تقول الاثنين، يعني مش عايز الاثنين دي تاني. هناك. في روسيا افضل؟ ليه بقى؟ ايه اللي انت بتحسه في روسيا وما بتحسوش هنا في المساجد؟ ان ساعات بيبقى اوسع. ايه؟ ساعات بيبقى اوسع. المسجد بيبقى اوسع، يعني انت بتعاني هنا من الزحمه في المساجد، ما ده كويس ان الناس هنا بتصلي كتير. يعني انتوا هناك كام واحد بتصلوا مثلا المغرب في المسجد؟ العدد بيبقى قد ايه كده؟ تقريبا 50 كده. 50 بيصلوا المغرب في روسيا؟ في المسجد. طب هنا مثلا العدد تقريبا كام؟ 40. ايه ده؟ انت عايز تفهمني ان العدد في روسيا اللي بيصلوا المغرب في المسجد اكتر من العدد اللي هنا؟ مش معقول. مش معقول. عمار شكله كده مش مقتنع بالكلام ده. طب ادي المايك لعمار. عمار كم واحد بيصلوا المغرب هنا؟ طب امسك المايك كده وبص يلا قول لي. ها انت بتصلي المغرب في المسجد ولا بتصلي فين؟ لا بصلي في المسجد. لا بتصلي في المسجد. اجابه ما شاء الله جميله خالص.
تمام. طب بيبقى فيها العدد تقريبا كام في المسجد؟ كتير. كتير يعني اكتر من 40؟ لا اكتر 40 اكتر. اكتر من 40 اكتر منهم. اه. طب يلا انت هتقول ايه النهارده؟ قول قصه الفيل يعني مش هقول يعني حاجه. امسك بس المايك، اتكلم في المايك. بتقول ايه؟ هقول قصة الفيل يعني مش هقول حاجة يعني. مش تقول حاجة يعني؟ مش فاهم. لا هقول قصة الفيل. طب يلا قول يا عم قصة. أنا عارفها كلها. أنت عارفها كلها؟ اه. طب مين اللي كان راكب فوق الفيل اسمه إيه؟ إيه؟ اسمه إيه اللي كان جايب الفيل وجاي كان اسمه إيه؟ أبراهة الحبشي. أبراهة الحبشي؟ اه. أبراهة الحبشي ده كان شكله عامل إزاي؟ كان معاه جيش. اه لكن أبراهة ده كان شكله عامل إزاي يعني؟ كان وش... ملك. إيه؟ كان ملك بس كانش بيحب ربنا ولا الكعب. ما كانش بيحب ربنا ولا الكعب. كان شكله حلو ولا شكله وحش؟ شكله وحش. انت شفته؟ لا اتكلم في المايك، بص في المايك. لا. شفت أبراهة؟ لا. ما حضرتش انت الموضوع ده؟ ما حضرتش؟ لا. طب يلا قول لي ايه اللي حصل بقى؟ أبراهة ده عمل ايه؟ عشان نعرف ايه اللي عمله بقى أبراهة ده. حل الفيل يلا عند الكعبة. بص انا عايز بقى، انا مش سامع حاجه خالص ولا الاطفال الحلوين سامعين حاجه خالص، عايزين نسمع بقى الكلام الجميل. يلا قول لي أبراهة عمل ايه؟ حل الفيل يلا عند الكعبة. فالفيل راح فوقات قدام الكعبة كده، بس مش عليها على الارض كده. هو أبراهة قال للفيل روح هد الكعبة. اه بس فضل يضربه في الفيل. الفيل ما رضاش يهد الكعبة؟ اه. ليه بقى؟ كده ليه؟ عرفت يعني الفيل ما رضاش يهد الكعبه عشان عارف ان هي بتاع مين؟ بيت ربنا. بيت ربنا ينفع حد يهد بيت ربنا؟ لا. لو حد بيعمل حاجه وحشه كده في بيت ربنا يبقى ربنا بيحبه؟ لا. اه طب وابراهيم لما قال للفيل روح هد الكعبه ايه اللي حصل؟ ربنا بقى نزل طيور في قلوب حجاره مولعه كده ضربتهم عليهم عاملين زي التراب الناعم. اه ما شاء الله. الطيور نزلت عليهم بحجاره كده، حجاره اسمها حجاره ايه؟ حجارتين. حجاره من سجيل. تمام؟ جميل خالص، قصه جميله خالص، جميله خالص. انا مبسوط جدا جدا منك عشان انت حكيت الحكايه باسلوب جميل كده. طب انت عارف ايه كمان؟ عارف قصه الفيل اللي بعدها. قصه هو في كمان قصه فيل بعدها؟ بس يعني صوره. ايه؟ صوره الفيل بس. بس انا عارفها كلها. طب قول يلا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل. الم يجعل كيدهم في تضليل. الم ارسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. برافو عليك، برافو عليك، ما شاء الله. انت هتقول حاجة تاني؟ ما خلصت الصورة. لا لسه فيها شوية؟ لا. اه فانت قلت لغاية فين؟ قول كده. ها كمل. هي ترميهم بحجارة من سجيل، كمل معلش انا نسيت. فجعلهم كعصف مأكول. برافو عليك، برافو عليك، انت مركز اكتر مني. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ انت قلت لي انت منين؟ انت منين من مصر؟ لا انا من الشباب. انت من الشباب؟ اه. ما شاء الله، يعني ساكن هنا في الشيخ زايد؟ لا. امال هناك فين؟ في الشباب. انت بتحب تاكل ايه؟ بحب اكل ملوخيه. ملوخية؟ أنت من روسيا ولا إيه؟ لا أنا بحب أكل ملوخية. إيه حكاية الملوخية معانا يا جماعة؟ إحنا عايزين، طب إحنا عايزين نوصل الملوخية روسيا، إيه رأيك نعمل إيه؟ إحنا ممكن نعملها فرنسوية. إيه؟ ممكن نعملها فرنسوية. فرنسوية؟ آه. إزاي؟ يعني إيه؟ نحط عليها شطة وكمون وكده. إيه لما نحط عليها شطة وكمون تبقى فرنسوية؟ آه. لا أنا بقول لك إحنا عايزين نودي الملوخية روسيا، إن حسين من روسيا بيقول ما فيش ملوخيه في روسيا. طب نوديها ازاي؟ نعمل ايه؟ ايه؟ ما فيش ملوخيه في روسيا. طب هم عايزين ياكلوا ملوخيه هناك، نعمل ايه؟ ما نعملش حاجه. ما ياكلوش ملوخيه وخلاص؟ ياكلوا اي حاجه تانية. ماشي؟ ماشي. ماشي ما فيش مشاكل. انت في سنه كام؟ 3 سنين. انت في سنه كام؟ 3 سنين. في 3 سنين. انت في كي جي ايه؟ في كي جي 1؟ اه.
ما شاء الله لسه في كي جي 1 وحافظ القصه الجميله دي. مين اللي حفظك القصه دي؟ بابا. بابا ما شاء الله. بابا ايه؟ بابا. ماما ولا بابا؟ بابا. ماما اللي حفظك القصه. طب يلا قول حاجه لماما كده، بص الكاميرا قول لها حاجه، قول لها حاجه، قول لماما تجهز لك الغدا ولا تعمل اي حاجه، قول لها كده، قول لها تعمل لك ايه في الغدا. يلا بص لماما، ماما قاعده مستناك في البيت دلوقتي وعارفه انت بتقول. يلا بسرعه قول لها انت عايز تتغدى ايه. انا نفسي اتغدى ملوخيه. ملوخيه ما شاء الله. عايز عمار عايز ياكل ملوخيه، فجهزوا له الملوخيه على ما يخلص الحلقه ان شاء الله. طيب ادي المايك لحسين بسرعه. يلا حسين ايه الاخبار؟ الحمد لله. زي ما قلت لك كده ان شاء الله اصدقائك هنا مالك وفي روسيا مالك. تمام تمام. يلا قول لنا حاجه بقى بصوتك كده، هتقول لنا سوره ايه؟ الفاتحه. الفاتحه يلا اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ما شاء الله. طب ادي المايك لأخوك. اسكولوسكا تي فيتي بي لايت. اسكولوسكا تي بي لايت. اساله انت. طيب عمره. عمره ايه؟ اساله عايز اعرف عمره قد ايه. لا قول له بصوت عالي، قول له بصوت عالي. ها طب هات المايك هنا يا امل. امل هات المايك. ادي له المايك، ادي له المايك، ادي له المايك. هات بسرعه، خد المايك ده، خد يا حسين، خد منه المايك، خد المايك انت، اسال اخوك بقى بعض الاسئله كده وخليه يرد عليك. خد المايك، خليه ياخد المايك، خد المايك. يلا بصوا لبعض كده، بصوا لبعض، يلا كلموا بقى كده باللغه بتاعتكم. يلا يا حسين اساله كده، اساله عمره قد ايه. اساله اسمه ايه؟ اساله اسمه ايه باللغه الروسيه. كاكتي بزوت. لا بصوت عالي، بصوت عالي. ها كاكتي بزوت. ها يلا جاوب. كاكتي بزوت. يلا امير. امير تطوي دروك. اساله هو بيحب مصر ولا مش بيحب مصر؟ تيجي بتلوس ده. طب اساله ايه رايك في قناه الفتح؟ ايه رايك في الاستوديو اللي احنا قاعدين فيه ده؟ نعم تطوي تطوي ده. بيقول ايه؟ اتكلم في المايك. عاجبني ان انا اقعد هنا. عاجبه ان هو قاعد في الاستوديو؟ اه. الاستوديو عاجبه؟ اه. طب ايه افضل حاجه عجبته في قناه الفتح اول ما دخل هنا؟ اساله. درونكا 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 عشان درونكا. يلا يلا عشان ناخد فاصل. احسن حاجه ان هو عرفت ان هو قاعد. ايه رايه في الحمامه؟ هو شاف الحمامه عمل، اساله على الحمامه اللي شافها والسمك وكده. ديمقراطيه في تواليتي. نيت. يلا. ريب. ده عجبته. عجبته الحمامه عجبته؟ لا عجبه السمك بس مش عجبه الحمام. عجبه السمك بس مش عجبه الحمامة. تمام تمام. طيب احنا دلوقتي هننتقل حبايب الفقرة اللي جاية، وهي الفقرة الفنية اللي انتوا بتحبوها. بس قبل ما ننتقل طبعا في اصدقاء البرنامج عايزين نقول اسمائهم عشان هم مبسوطين بينا قوي ومبسوطين بالبرنامج، وان شاء الله هيكونوا ضيوف معنا الفترة الجاية. هبة الرحمن من الجزائر، وعائشة من لندن، واسماعيل من اسبانيا، وخالد محمود نعمان، وعائشة محمود نعمان، وسارة محمود نعمان من دمياط. احنا بنقول لهم كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله تكونوا ضيوف معانا الفترة الجاية. نعم. اسمك اسماعيل. مين؟ حسين. ما انا عارف انت اسمك حسين، انا فاكرك يا حسين، رد يا حسين، فاكرك يا عم. اسمي حسين. انا عارف، انا بتكلم على اصدقاء البرنامج. أصدقاء البرنامج اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، اللي بيحبوا البرنامج وبيستفيدوا من الحاجات اللي احنا بنعملها. ده انا بتكلم عليهم. انت عايز تقول ايه؟
عايز اقول حاجه. اتفضل قول. مش عايز اقول. مش عايز تقول حاجه؟ لا اقول ايه؟ ما انتش عايز تقول حاجه؟ طب يلا قول بسرعه. يلا يلا بنطلع فصل. ها يلا قول رساله كده لزميلك مالك اللي في روسيا. بص للكاميرا كده وقول رساله لمالك في روسيا. ان هو يجي هنا. عايز مالك يجي هنا؟ لا قول له بقى، قول له اشرح له انت ايه اللي عاجبك هنا وكده. تعالى هنا عشان نلعب مع بعض بس كده وخلاص. ما انت بتلعب مع مالك هنا يعني خلاص، يعني ما فيش عيال هنا كتير. لا قول له ايه اللي عاجبك في مصر. لا انا اللي عاجبني. قول له ايه اللي عاجبك في مصر عشان يجي هنا يعيش معاك هنا. البحر. البحر ما شاء الله. ما انت عندكم في روسيا بحر؟ مش عندنا. ما عندكوش في روسيا بحر؟ لا في روسيا بحر، في بحار كتير. انت عندكم الجو ساقع؟ الجو عندكم عامل ايه صحيح؟ انا عايزك تحكي لي بقى الجو في مصر والجو في روسيا. الجو في مصر ساعات بيبقى ساقع ساعات بيبقى سخن، لكن في روسيا بيبقى سخن. بيبقى سخن وبارد برضه. وفي روسيا، في روسيا بتمشوا ازاي؟ انا بشوف كده جليد هناك وسلوج بنمشي بعربيه. بتمشوا بعربيه؟ ما تعرفش تمشي على الارض؟ لا ينفع. يعني ما تعرفش تمشي على التلج ده هناك؟ لا ينفع. بتمشي عليه عادي؟ بتستحمله ازاي؟ لا عشان ببقى لابس بوت. بتبقى لابس بوت؟ ما تبقاش سقعان وانت ماشي على التلج ده؟ لا عشان تكون لابس هدوم تقيلة. هدوم تقيلة. طيب ماشي، يلا بقى تشوف الفقرة الفنية معانا. هنعرفك على عم عويس النهارده وشيكو وحاجات حلوة قوي كده مصرية. تمام؟ قول لي حسين، قول لي مالك ان في هنا ملوخية وكده عشان يجي. بص له كده وقول له في هنا ملوخية وتعالى عشان تاكلها. يعني عشان يجي ياكل الملوخية. قول له بقى، قول له وصف له.